المفروض الطاق ديت هكلمكم عن الحاجات اللي احنا ما بنتكلمش عليها، او الحاجات اللي هي بتغير طريقتنا. وهو ببساطه الكلمه المشهوره بتاعت اينشتاين زي ما قال بيقول اللي هي I have no special talent. I'm only passionately curious. هو مجرد دايما بيسال ليه. ودايما بتسال ليه ده بيخليك كريتيكال، بتبص للحاجه بوجهه نظر مختلفه فتقدر تشوف منظر تاني. ببساطه الحاجه اللي احنا بنقعد نحفظها لكم كواحد حضر الكورس بتاع الفورم كوركشن كلنا صح؟ يعني بقى وين مش وين صح بقى؟ كلنا عمالين نقول احنا في عندنا اللاترال ديستال فيمورال انجل والميديا بروكسيمال تيبيال انجل، وخلي بالك ان البروكسيمال تيبيال انجل ديت المفروض تبقى 87 وما تزيدش عن 90. طب حد فيكم سال نفسه طب لو كانت 91 هيحصل ايه؟ يعني هتعمل عمليه لو عندها الزاويه بتاعت 91؟ طب 92؟ طب 93؟ مش كده؟ طب يعني فبالتالي احنا الموضوع حطيناه لنفسنا ودور بلاي حطه واحنا خدناه كانه قران وخلاص بقى، يعني احنا بقى ايه؟ هو ده هو ده الصح تمام؟ من ناحيه اخرى برضه الجزئيه بتاعت الكوره اللي هو مكان الايبكس بتاع الفورم فين؟ السنتر اللي هنصلح حواليه الانجليشن بتاعنا. احنا بنقعد نفكر في حاجه 3 دايمنشنال بس بنحط لها ترمينولوجي 2 دايمنشنال صح؟ احنا جسمنا 3 دايمنشنال لكن الاشعاعات اللي احنا بنقيس عليها كلها ايه؟ 2 دايمنشنال. فبالتالي ممكن لفه صغيره حتى لو انت اللي نازل مع العيان تعمل له الاشعه لفه صغيره تديك انطباع تاني مش كده؟ وعشان كده عارفين طرق الميثودز بتاعت الكوركشن اللي احنا بنقعد نعملها سواء انترا اوبرتيف لو انا بلف في الطريقه اندر انش زي ما شرحتها لناس كتير قبل كده، او بالكالكوليشن ميثود اللي بنعملها من اي بي واللاترال فيو قبل ما نعمل بلاننج ونركب الفريم. نمرة ثلاثة زي ما سمعنا كده الاليزارف ده جهاز ممتع ولا جهاز غير ممتع؟ غير ممتع خالص، غير ممتع للعيان صح؟ هو فعلا ده سؤال. هو الجراحه اكيد طبعا بالنسبه لي ممتع جدا يعني الا لو انا بعمله في دبرداش لكن غير كده بيبقى ممتع يعني. انما يعني هو جهاز تعذيب العيان صح؟ يعني انت بتشوف العيان كل شهر لكن هو العيان شايل البتاع دي في رجله عمال يلف بيها، مراته قرفانه انها تقرب منه وده حقيقي، مش عارف يلبس بنطلون فمضطر يلبس جلابيه، فانت بتغير السيستم بتاع حياته لفتره طويله. طيب البيبر ده دي من الجي جي اس، شايفين اللي واخدين الميداليه الذهبيه في الجمباز على اليمين؟ في شورت ليفت لا مش عارف كده يا عم، اللي في النص عندها فارس واللي على اليمين اللي هي على شمالكم عندها فارس واللي في النص يمتلئ بالكهرباء بس غالبا نيوترال يعني صح؟ فبالتالي يعني لو واحد فينا راح لبودريكا وقال انا هعملها كاتب الاوزيوتو تفتكروا يعني ده يبقى عاقل ولا مجنون؟ غالبا هتقولوا عليه مجنون صح؟ مع انه حسب الترمينولوجي بتاعنا هو عنده جينوفارم صح ولا لا؟ وفي البيبر ديت شافوا بصوا فوق اللي هو البيل كيرف، وده البيل كيرف بتاع نورمال بوبيوليشن، البيل كيرف بتاع نورمال بوبيوليشن في اغلبيه نيوترال لكن في عندنا اليمنت اوف فارس يمين والمنت اوف فارس شمال لكن ستيل كلهم نورمال بوبيوليشن. وبالتالي الكويشن بتاع هاي تبقى الاسلوب عاملها امتى وما عاملهاش امتى لحد دلوقتي مفيش حد في الدنيا عنده ايفيدنس بيست ميديسن يقول لك ان ده معناه يتصلح وده معناهش يتصلح. في حاجات اكستريم في الرايت والليفت واضحه بالنسبه لنا كلنا، لكن في حاجات كتير بوردر لاين بتضطر انك تستنى لغايه ما تشوف بقى مثلا جاله ارثرايتس تبتدي تصلحه او حاجات زي كده. فديت نقطه لازم ناخد بالنا منها. النقطه الثانيه هو احنا مثلا في الامج احنا بنشوف سنتر اوف ذا هيد اوف ذا فيمر مش كده؟ عشان نقيس الميكانيكال اكسس. طب هي الهيد اوف ذا فيمر نص كوع؟ لا دي نص بيضه بيضاوية، وبالتالي لفه صغيره في الاكس راي تديك سنتر مختلف عن السنتر اللي انت متخيله ماشي. وطلع بقى بعد كده طبعا كل الكلام ده هو احنا كنا ماشيين انها نص كوره لغايه ما طلع التكنيكس بتاع الاوبن ديسلوكيشن هيب والبيبرز بتاع جانز، وبعد كده طلع الفيمورال سيرفر امبنجمنت اتضح ان لا يا جماعه الموضوع مش كده، ده في شكل تاني غير الشكل اللي احنا متخيلينه يعني. وبالتالي يبقى انت اصلا في تفكيرك انت بتشوف الليفل اوف ايفيدنس اللي عندك ماشي، لكن ده مش معناه انه بيرفكت ساينس
يعني مش معنى ان انا قلت لك في بيبر فيها شويه عملت فيها 50 حاله يبقى ديت زي بيبر ثانيه عملت كومباريتيف ستادي بين 50 حاله القريه دي 50 حاله القريه دي. وبالتالي كلنا عندنا ايفيدنس، لكن هل فعلا يرقى لمستوى الاستدلال ولا لا؟ دي نقطه لازم نبقى حذرين منها. واقل حاجه في مستوى الاستدلال المفروض الكتب. اقل حاجه في مستوى الاستدلال يعني الكتاب بتاع رول بي اللي احنا ماشيين وراه ده، احنا ماشيين وراه تمام على ان ده يخطئ، لكن هو ده يعتبر اقل ليفل في مستوى الاستدلال. ليه؟ لان الكتاب مش بير ريفيو. يعني انا بقلب كتاب بقول لكم فيه رايي بجراحه العظام وانشره بس، لكن لما بتبعت ارتكل لجورنال بيحكمها ناس في ريفيور وفي اديتور، فبالتالي الكتاب مستواه اقل من المستوى الايه؟ البيبر. عشان كده الكتب بيسموها باك جراوند نوليدج، لكن البيبرز فور جراوند نوليدج. تمام؟ فبالتالي دي من النقط اللي مهمه. وعشان كده شغلانتنا مش الإضافة، يعني انا مش تخصصي الإضافة، انتوا تخصصكم مش الإضافة، انت تخصصكم لين ريكونستراكشن. لين ريكونستراكشن ده يتضمن حاجات كتير جدا، اللي هي ازاي ابني الانسجه بطريقه بيولوجيكال. يعني احنا العدو بتاعنا اللي هو المشقل بتاعنا هو الارثروبلاست، يعني عكسي هو الارثروبلاست اللي هو بيقول انا هخش اشيل الحاجه الحيه واحط حته حديده. انت بتقول لا، انا ممكن ابني الحاجه ديت بطريقه بيولوجيكال. وبالتالي الاليزارف از جاست تول، ده اله، ده مكنه. وعلى اللونج تيرم وغالبا يعني مثلا اغلبكم هيبقى في الايرا ديت، واحنا هيبقى مثلا في اواخر البراكتس بتاعنا هيبقى الاليزارف ده شيء اكسباير، هيبقى خلص، هيبقى دوره بس في الانفكشن والنون يونيون غالبا. انما الديفورميتي غالبا هيتلغي جنبها. هيبقى ريبليس بايه؟ هيبقى ريبليس بالانترنال لينثنج ديفايسز. الانترنال لينثنج ديفايسز دي موتورايز نيلز اللي هي زي فيت بون ده الراجل بتاعه بونجر ده جه هنا مصر قبل كده، يعني جه في المؤتمر اكتر مره. النيل بتاعه مش ماشي قوي لمشاكل عندهم في الشركه، لكن اللي بومنج وماشي في العالم دلوقتي حاجه اسمها بريسايز نيل. بريسايز مش بريسايز، يعني اخرها سي اي. ده امريكاني وده عمالين يطبلوا له وشغالينه كويس قوي. له مزايا عن الفيت بون ان هو لو انتم شفتوا الفيت بون بيحتاج بتاع ده، شايفين الحته دي؟ ديت زي ترانسديوسر بيجيب عليه الريموت كنترول يقوم موصل كهرباء للموتور اللي موجود هنا في جير صندوق تروس، بحيث زي المنجله كده بتاعت الراجل السباك، عارفين اللي هو اما يجي اول ماسوره يلف في ناحيه تلف اما يرجع ما ترجعش معاه. تمام؟ فدي الفكره ببساطه. والموتور ده هو اصلا اللي عاملاه شركه موتورولا، وده موتور بسيط يعني مش، لان انت محتاج قوه دفع في الموضوع ده 8 نيوتن وده مش حاجه كبيره. طبعا لان انا ليا شغل في الحدوته دي، لان انا في براءه اختراع عاملها اسمها اي بليت اللي هو انترنال لينتنج ديفايس بليت، ودي انا شغال مع ناس في الباس في نيو مكسيكو دلوقتي على اساس ان احنا فعلا نصنعها، يعني انها تبقى موجوده البروتوتايب بتاعها. ف 8 نيوتن ده اصلا ده موتور بسيط جدا. بس مشكله الفيت بون دوت اولا انه بيمشي في اتجاه واحد ما ينفعش يرجع. نمره اثنين المشكله الثانيه بتاعته ان الموتور ده بيبقى عاملين له سيرنج، فانت ما ينفعش عندك ده يتسد، يعني لازم المسمار ده اول ما تخلص تطويل والعظم يلحم لازم تشيله، لان بعد شويه هيحصل السيلينج بتاع ده يبتدي يفك ويبتدي يحصل هازاردس ماتيريال تخش جوه جسم البني ادم. يعني بريسايز نيل حسنوا الموضوع ده شويه، ان الموتور بتاعهم ممكن يطلع قدام وممكن يرجع لورا، يعني ممكن فورورد لينثنج وممكن شورتنج، دي حاجه. الميزه الثانيه ان انت مش محتاج ترانسديوسر، فبالتالي هو انت بتستعمل الالكترومغنيتيك ويفز تحطها على رجل عين تطول وتروح شايل تاني. والديزاين دوت على فكره طلع بقى منه ديزاينز للكونجنتال سكوليوزس، يعني انت الكونجنتال سكوليوزس دول انت مشكلتك ان انت عايز تطوله جدول عشان تعمل العجل بتاع ظهره، فبقوا عاملين انترنال لينثنج ديفايسز للظهر بهوكس وبسكروز بحيث يصلح الكونجنتال سكوليوزس. فده
هو ده المستقبل، هو ده الناس هتشتغل بيه بعد كده. حتى هذه اللحظه هو غالي. انا كلمت الناس بتوع بريسايز عشان ينزلوا في مصر السنه اللي فاتت، بعد ما قعدوا ومش عارف ايه وبتاع، وبعد كده قال لك لا خلاص احنا مش هننزله لان انتوا ظروفكم ما ينفعش، فاحنا هننزله في السعوديه. فهو نزل في السعوديه ك يعني بايلوت رسمي ينقوه، لكن لسه مش راضيين ينزلوه في مصر هنا. بس هنا بقى في نقطه، ان الانترنال لينكينج ديفايسز ديت اللغه بتاعتها مختلفه خالص عن اللغه اللي احنا بنتعلمها دلوقتي، غير اللي احنا بنتكلم عليه، غير نظام الكوره والميكانيكال اكسس والكلام. لا يعني فيها ميكانيكال اكسس بس ليها منظومه ثانيه. المنظومه دي اسمها ريفرس بلاننج. ريفرس بلاننج يعني ايه؟ يعني ببساطه الاند عنده ايه؟ شوكولي وايه تاني؟ وبالجس، مش كده؟ وباين البالجس ديت من ديسابيرا، صح كده؟ تمام؟ فايه اللي عمله؟ ادي هو ادي رسمه العيان، تمام؟ بعد كده ادي الليم اللي هو فيه مشكله، دي ديفورمتي اهيت. اول حاجه عملها انه انزل العيان للارض، يعني شايفين اللي قبليها رجل العيان كانت قصيره وطايره فوق، صح؟ لكن انا ما بمشي بمشي عادي. فهو ابتدى من الصفر ان الرجل بقت بلانتي بريد وتيجي طالعه عمودية على الارض، وبقت الفيمر شكلها كده، خلاص؟ لحد دلوقتي الكلام منطقي، مش كده؟ وقام طلع بالميكانيكال اكسس بتاعه من تحت لفوق، مش من فوق لتحت، يعني مش نازل من الهيد اوف ذا فيمر لتحت، لا ده نازل ده طالع من تحت. كل حاجه فيها لو تفكروا هي اسمها ريفرس بلاننج. ليه؟ هتلاقوا ان كل حاجه عكس، ماشي بالخطوات عكس الطريقه الكلاسيكيه. بعد كده قام جاب الناحيه السليمه اللي هي الناحيه الشمال، جاب اشعه الناحيه الشمال وقلبها، الناحيه الشمال قلبها وحطها عليها، يعني ديت كانت الناحيه الشمال، قام قلب الاكس راي فبقت كده. فبقى عندي الستارتنج بوينت اللي هو الشكل ده، والان بوينت اللي هو انا المفروض الاقيه في الاخر. سهله كده؟ ماشي؟ وبالتالي الكمبيوتر بروجرامنج هشوف انا هقطع فين واروح جايب العظمه بتاعتي فين، بحيث ان انا في الاخر انتهي. انا خلاص عرفت الستارت والاند، عرفت الكويستشن بتاع البيبر والكونكلوجن، عرفت الهدف والوصول له. يعني هي ببساطه عرفت نقطه الف ونقطه ب، فانا في الاخر بوصل الخط ما بينهم. فهو كده بقى عارف هيقطع الاوستيوتومي ازاي ويصلح ايه، وبعدين هيروح مقصرها لان هي اصلا قصيره، هو مش عارف يعملها اكيوت، مش كده؟ فبالتالي هي ببساطه العمليه، يعني لو احنا بقى هنقولها بالبلدي، انه بيعمل بلاننج عشان تكوركت كل الديفولتس وما يفضلش عنده غير شورت. فيبقى ببساطه لازم، بس بقى التريك هنا ايه؟ انت لازم النيل بتاعي يتحط مظبوط من انتري بوينت مظبوط، لو هيعملوا ريترو جريد او يعملوا انتي جريد. يعني هنا انت لازم جوه العمليه تبقى فولي كوركتد للديفورمتي دي. ده وبعد كده يروح مطولها الطول اللي هو عايزه. ده باختصار او يعني بالتقريب، او ممكن يبقى يعني كلام مخل شويه في الاختصار، انما دي الفكره بتاعتها بتاعت الريفرس بلان. في طبعا ناس كتير عامله عليها شغل يعني مستعملاها. البيبر الاصليه اللي هي يعني وصفه التكنيك اللي هي بتاعت بونجر، اللي هي الريفرس بلاننج ميثود فور لينثنينج اوف ذا لور ليم يوزنج ا ستريت انترنداري نيل ويز اور وداوت ديفورمتي كوركشن ا نيو ميثود، تمام؟ ودي يعني هي بيبر مش منشوره في برستيجيوس جورنال ولا حاجه، بس هي بيبر من البيبرز الكويسه، وعلى فكره اعتقد انها يعني فور فري، يعني لو دورت عليها هتلاقيها على بوب ميد، مش محتاجه حاجه. طبعا في بقى تلاقي الناس بقى ايه تستعمل بقى حاجات غريبه، يعني مثلا بيلفيك سبورت اوستيوتومي يقوموا مصلحين فوق اكيوت وعاملين بليت، وتحت زي ما انتم شايفين هنا اهو. دي بيبر من تركيا، قاموا ركبوا انترنال لينثنج ديفايس من جوه من تحت، بحيث اللينثنج يبقى من السوبر كوندايلر اريا اللي هو اللي ظهر في بيلفيك سبورت اوستيوتومي، بس ما احتاجش فيها اكسترنال فيكسيشن خالص. فبالتالي ده اللغه اللي جايه. طب احنا فين هنا النهارده؟ احنا مش لاقيين، فاحنا اللي بنعمله دلوقتي اللي هو لينثنج اوفر نيل او لينثنج ذا نيل، وده بيوفر وقت كتير على العيان، لان انت ببساطه انت عشان تطول 3 سم بتحتاج الاكسترنال فيكسيتور يقعد في رجل العيان قد ايه؟
من 4 لـ6 شهور، مش كده؟ انا ببساطه بحطه في رجل عيان 30 يوم لغايه ما اوصل لل 30 مللي بتوعي، واروح شايل الجهاز، لان انا حاطط انترانجال نيم، سواء زي مثلا ديت لينثنج اوفر نيم او لينثنج ذن نيمنج، تمام؟ وفي لينثنج ذن بليتنج بنعمله، يعني ما يعني دي امثله ودي احنا شرحناها برضه يعني الاستادي دي. في برضه البيبر دي على فكره سايتد كتير جدا، اللي هي الطرق اللي بنستعملها عشان نخلي اكسام فيكسيشن تايم يبقى اقصر ما يمكن. ببساطه عشان نحقق كده لازم ابقى بفكر ان الليزر ده مش هيز فايبل، يعني ولا الديفورمد كوركشن ده ماي قران، لا مفيش حاجه اسمها كده. كل دي اجتهادات لكن قابله للتطوير. انما في جايد لاينز عامه هي ببساطه ان احنا بنفكر بطريقه ان اي حاجه انا محتاجه ميكانكس وبيولوجي، ما فكرش بقى وحادي بس ان انا ارقع العيان كميه وايرز وبينز وانسى ان انا بعمل ماسل بلان، انسى ان انا احط بوم بلان. لازم افكر في الميكانكس والبيولوجي، والبيولوجي ده انتوا في ايديكم تولز كتيره جدا، عشان في يوم من الايام احنا هيبقى جزء من تخصصنا ان احنا نبني الكارتليج سيلز بيولوجيكال، وقتها هتبقى انت مكان الناس اللي بتعمل ارثروبلاستي، وهوريكم حاجات بسرعه متعلقه بالموضوع ده لينا شغل فيها. طبعا من الحاجات اللي احنا ممكن بنعملها في الانفكتد نان يونيون، لان زي ما كنا بنعلق في الاول اللي هو ان انا احول الانفكتد نان يونيون لنان انفكتد نان يونيون، وقتها هقدر استعمل انترنال نيل او بليت زي دوت اللي عملنا ديفايدد وعملنا سيجمنت ترانسفير لغايه ما وصلنا للطول اللي احنا عايزينه، بعد كده قمنا شلنا الفريم وحطينا انترنال نيل، تمام؟ وده الفرص بتاعه، ودي بيبر برضه احنا نشرينها في يعني في جورنال اوف تروما، اللي هو ان انا استعمل الاكسترا فيكسيشن ذن نيلينج في الانفكتد نان يونيون. فانت بتلاقي القصه اللي بتقول كان بيحكي عليها ان واحد قعد في الفريم سنتين وبعد كده قال له يا ريتك كنت قطعت لي رجلي، انت كده لا قصرت المده بتاعك في الموضوع ده اهو. اخر جزئيه هكلمكم عليها اللي هي الجزء بتاع اليوز اوف ستام سيلز. هعدي الحاجات الديتيلز لكن ببساطه يعني هفكركم جزئيا، هي دي التكنيك اللي احنا بنستعملها، بنستعمل حاجه اسمها هارفست تكنيك، ودي بروف انها افكتيف في النان يونيون، تمام؟ لكن لازم تبقى فاكر حاجه ان ال 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 الستام سيلز دي مش شويه خلايا تروح تلاقيها في حته تقوم هتبقى تقلب عظم عشان انت كان نفسك تقلب عظم، لا. ستام سيلز اصلا يعني ايه؟ خلايا جزئيه، اللي هي الخلايا الام، الخلايا الاصليه اللي هي مستعده تتغير تتحول لكارتلج، تتحول لمسلز، تتحول لسكين، تتحول لبون. اكوردنج ليه بقى؟ اكوردنج لعاملين تانيين لازم تحطهم في بالك، اللي هو ان السيلز لازم يبقى ليها سكافولد. يعني انا لما هستعمل ستام سيل في اوستر ارترايتس مي لازم افكر ايه السكافولد اللي هستعملها؟ هل هجيب منسكس بولي لاكتيك او بولي جلايكوليك ولا فايبرس؟ في سكافولدز كتيره، ولا هتستعمل مثلا لو في انفكتد نان يونيون هتستعمل مكان الفايبرسيشن هو السكافولد بتاعك ولا لا؟ نمره اثنين، حاجات تو دايركت البروليفريشن بتاع الستام سيلز في الاتجاه اللي انت عايزه، ودي طبعا عليها شغل كتير وكل شويه حاجات كتيره بتطلع لنا، سواء طريقه استعمالنا للجروث فاكتورز او استعمالنا للبليتلت ريتش بلازما او استعمالنا للفيتامين دي او استعمالنا للستيرويدز. كل يوم وتاني بلاقي بيبر طالعه لي بتقول لي لا انت استعمل كذا، ده هيساعد الديفرنشيشن بتاع الستام سيلز للسكه اللي انت عايزها، لان احنا جسمنا كلنا فينا ستام سيلز. يعني دي نقطة اللي مش عارفها يعني ياخد باله، احنا العينين بتوع النيل فيوجن لما سحبوا الفيوجن بتاعهم بتوع الاوستر ارترايتس نيل لقوا ان عندهم ستام سيلز كتير كتير مش قليل، حتى بيقول لك ان هو ده سبب ان يتكونوا اوستيوبايتس، ان الستام سيلز بتعمل كارتلج بس بتعمله في حته غلط، يعني بتعمله في مكان غير المكان اللي انت عايزه، تمام؟ فهي النقطة مش بس وجود ستام سيلز كلها في حتة والعيان هيرجع شباب وهيبقى حلو، لسه كنت بشتكي لإيهاب بقول له احنا عجزنا وبتاع، بس أنا عايش في دور صغير، بس يظهر إن أنا هبتدي أعترف بالحقيقة يعني. إنما يعني مفيش حاجة اسمها إنك تدي واحد ستام سيل يوم اللي خلاص هيظهر، لا الموضوع مش كده. في لازم يبقى معانا تشوف أنت إيه الكو فاكتورز، سواء بقى هتستعمل جروث فاكتورز، هتستعمل انتردوكنز، هتستعمل عشان تساعد في البروفيشن والديفرنشيشن، أو إنك بتفكر في الكارير. فأنا بقول لكم
احنا فين النهارده والفيوتشر بتاعنا ايه، لان هو الدكتور الشاطر يقرا المستقبل يفهم الدنيا ماشيه ازاي. يعني لو واحد مثلا سنه 1500 لا باشا 1500 بعيد قوي 1901 كان عنده مصنع طرابيش وكان بيعمل طرابيش حلو قوي، تفتكروا الراجل ده فين دلوقتي؟ فلس. ليه؟ لانه ما فهمش تطور الدنيا ماشيه ازاي، هو بيتقن عمله. فانت لو انت اتعلمت بس ان انت تبقى شاطر بتعمل اللي ظهره والترند ماشي غير كده انت هتبقى اكسبايرد. لو واحد جالي النهارده قال لي انا رساله الدكتوراه وخبرتي في الحياه هي انترنال فيكسيشن اوف ذا تيبيا باي دي سي بي، ده ولا حاجه صح ولا لا؟ مش كده؟ فبالتالي انتوا لازم تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، لان زي ما بقول لكم الترند دي ممكن احنا هنلحق جزء منها لكن انتوا هتبقى دي الايرا اللي انتوا عايشين فيها. يعني شكرا جزيلا. بستعمل بالظبط نفس البارامترز بتاع التو ستيج ار فور بوست اللي هو اي اس ار اقل من 30 وسي ار بي اقل من 12، وهي دي التو ستيج اللي بيعملوها بتوع الارثروبلاستي. يعني بتوع الارثروبلاستي اوحش منها بكتير، ده بيحط مفصل مش بيحط نيل. لما اتنين احنا اصلا عندنا انت بتحط حضرتك انت مبلغ نيل في الاوبن فراكشر جريد 1 و2 و3 ايه. فبالتالي الخوف بتاعنا قوي من ان احنا نحط نيل في وجود لو جريد انفكشن او ريسك اوف انفكشن كتير، احنا الحقيقه ده مش ماشي مع الحاجات اللي احنا بنعملها في الحياه الحقيقيه. فانت ما تخافش شرط ان انت تتاكد ان سي ار بي اقل من 12 واي اس ار اقل من 30. وبعمل الحكايه ديت على 3 ريبيتد سيشنز، يعني في الاول اي اس ار وسي ار بي كانت عاليه ماشي نسبه نزل بعد كده وصلت لل 30 وال 12 تكررها بعديها باسبوع او 10 ايام وبعديها باسبوع 10 ايام لقيتها في نفس الترند خلاص كده انا اوكي كده خلاص اي جو اهيد. من ناحيه ثانيه بقى ده بيبقى انسنتف كويس قوي للعيان، يعني انا اقول له بص خد من بين خد بالك من بين كير بتاعك كويس، المكافاه بتاعتك ان انت الجهاز اللي انا هحطه في رجلك سنه هيقعد 3 شهور. ف It's your choice. يعني ده فعلا بيدوه انسان في الناس انه يعني ده هو اكيد متعذب في الموضوع ده فعايز يخلص منه بسرعه، فهي فعلا بدل ما بينظف مرتين في اليوم عن تيب بينظف 5 مرات. بدل ما بيبقى بيعمل كده ويقعد يقول اي وكده، لا هو بيعملها بنفسه وكيرنج وكين على ان هو يعملها. تستخدم نون ريمينج نيلز ولا تعمل ريمينج؟ لا بعمل ريمينج لغايه ما اجيب النيل اللي انا عايزه. انا اساسا الستاندرد بتاعي حتى في التروما فيديا 9 فيما 10، يعني طالما حطيت نيل 10 ما بحتاجش ما اقعدش اتنزل بقى واحده ل 11 و12 و13، لان هو في ستادي دي ستادي قديمه قوي طالعه من المانيا قارنوا ما بين البايوميكانيكال سترينث ما بين 10 وفوق في الفيمر وما بين 9 وفوق في التيبيا لو فرق مش كبير قوي. فيعني هي بتفرق ما بين 8 و9 او 7 و8، انما فوق 9 بالنسبه للتيبيا وفوق 10 بالنسبه للفيمر الفرق مش رهيب. فبالتالي انا بحاول احافظ على البايرج على قد ما اقدر، انما في نفس الوقت لازم اخش بريمر لازم، يعني بحيث ان انا اوصل 11 ريمينج 11 في الفيمر واحط ليل 10 وريمينج 10 في التيبيا واحط ليل 9. وطبعا الحكايه دي احنا طبعا احنا العقل بتاع المصريين اصلا ضعيف، يعني ده انا اكيد كلكم يعني كل اللي جرب يعمل عمليات لناس مش مصريين مش مصريين حتى ناس مش مصريين فقراء، يعني ناس مثلا من السودان من اي حته بتلاقي السترينث بتاع العقل بتاعهم اقوى والمضاده بتاعتهم بتبقى اوسع. فدي يعني شكرا. هي على البرنامج برضه سعيد جدا بان انت الناس يو يعني يو ار اوبتايزنج فور ذا فيوتشر، فدي حاجه جميله قوي.
انا احب اقول للشباب الحقيقه ان احنا نحب لما نعمل رساله ماجستير او دكتوراه نبعد عن المواضيع اللي زي البشر قال ملهاش قيمه. دي سفين دي كانت رساله انا كنت مشرف عليها من 40 سنه. النهارده وي ار ان ذا ايرا اوف ذا بيولوجيكال ميديسن اند بيولوجيكال اورثوبيدكس. It is the era. It is the era for the research in cell biology, research in reformation of new tissues, cartilage, bone, and the cell effects. The recent inventions in the world and the most important inventions of the world. Edo يعملوا إيه؟ Edo يصنعوا biologically in the laboratory a complete external ear بالكارتج بتاعها بالسكين بكل كل كل. But in the future we will be able most probably to get a new femur, a new tibia, a new knee joint, حاجات بشكل. المهم ان انتوا تشاركوا. احنا في مصر بنصعد النهارده وبننمو وعايزين مصر تبقى مصر بلد كويسه قوي. انتوا ما تشتغلوش شغل ريسيرش كلام فارغ. الشغل عشان خلص بسرعه وخلصت الرساله واجري ده ما ينفعنيش. انا عايز ريسيرش يعمل اديشن تو ذا نولج ان ذا فيوتشر. اديشن تو ذا نولج اليوم. دي رسالتي اللي انا احب اخلص فيها النهارده واشكرك واشكر الدكتور محمد فضل.